على قول المثل مع سهى الوعل والدكتورة هيفاء بادريك. أهلا وسهلا فيكم مستمعين حلقة جديدة من برنامجنا مع الدكتورة هيفاء عبد الرحمن بادريك المستشارة التربوية والأسرية مدربة فن الإتيكيت اللي معاها نسترجع كثير من أمثالنا وحكمنا ونروح لأجدادنا ونعرف كثير من القيم اللي كانوا حابين يمرروها لنا عبر الزمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا. نهارك سعيد سهى. نهارك أسعد. قولي لي إيش عندنا اليوم؟ قيمة وحكمة. اليوم القيمة ربطتها بأداب السفر. كنا دائما نسمع كلمة يا غريب كن أديب. الله عليك، هذا الموضوع مرة مهم، موضوع السفر بالذات مرة مهم. صحيح، وأنا يعني بفضل الله يعني قدمت كثير اتيكيت خاص كان للسفر، وصراحة لاقى نجاح وإقبال مرة كبير بالنسبة لتيكيت السفر، يعني مرة مهم. عارفة كنا أمس أنا وأحد الزملاء في نقاش على موضوع السفر، وأنه الناس في ناس تخرج منها شخصية أخرى. أكيد أول ما تركب الطيارة تصير شخص ثاني ما عرفنا. عشان كده دائما كنا نسمع برضو نصيحة أنه مو مع أي شخص تسافر. أيوة. وفلان تعرفه تقولي إيوه أعرفه، يقوم يقولك طب أنت سافرتي معاه؟ لا ما أوكي معناته أنت ما تعرفي. أتعرفي ليش؟ لأنه في السفر تتعاشروا فعلا. صحيح، يعني مو زي مثلا هنا المعرفة الصرف العادية. الطريقة. أيوة. النومة، كل الحاجات هذه تأثر. ما أعرف برضو حقيقة هذا الأمر ولا لا، بيقولوا أنه المثل هذا حضرمي ولكن يعني على رأسنا طبعا الحضارمي، ولكن ما أعرف، بس أنا كنت أسمعه دائما، يعني إحنا في يقولوا كل الناس بتقولوا انه يا غريب كن اديب، كان يهدفوا الى انه طول ما انت خارج بلدك، طبعا الادب مطلوب حتى وانا موجوده في بلدي وفي مكاني، لكن طالما انت مش في بلدك، مش في بيئتك، مش في مكانك، انت غريبه. ترى الوطن هذا انت ما تعرفي، البلد دي اللي انت رحتيها انت ما تعرفيها، ما تعرفي ادابها، ما تعرفي قوانينها، فكوني مؤدبه. كل الدول لها قوانين خاصه بها يمنع التعدي، يعني فيها بسبب حماية الحقوق وحماية السلم الاجتماعي، فأنا لابد أني أنا أحترم وما ينفع أني أنا أتعدى قوانين هذه البلد، وعلينا إحنا كمان كأغراب الالتزام وتطبيق قوانين البلد، سواء أنا كنت مسافرة علشان عندي عمل أو سياحة أو دراسة أو علشان صلت. وقديش نشوف ناس، لو تفكري قديش نشوف ناس بسبب هذا الموضوع أنه بعد ما كان حلمها أنها تسافر صار حلمها أنها ترجع بلدها تجري. بتجري بسبب قضية، بسبب مدري إيه، بسبب حتى مو قادرة ترجع، لأنه أنت ممكن تتعرضي لحاجة بسبب مثلا جهلك بقانون هذه البلد، فأنت تتعرضي لأمر فتكون مرة حذر، ممكن حاجة عندك عادية جدا في بلد. صحيح. آخر تكون أبدا ما هي عادية، مو مسموحة بسبب القوانين مختلفة يعني. أكيد. فأنا وأنت سفيرة وسفير لبلدي في أي بلد قمت أنا راح تطأ قدمي هذا البلد أو قمت بزيارته، قبل أن تحزم حقائبك تعلم الآداب. طب أنا أصلا قبل أروح البلد هذه ترى لازم أعرف حاجات مرة كثير عن البلد، أقرأ عن قوانينها، لازم أنا أكون عندي رفق حسن خلق. صح. مع أي شخص أنا راح أقابله يكون عندي طريقة للاندماج مع الناس، كيف أتبادل الأحاديث مع الناس، أحترم خصوصياتهم. مجرد بس أنت تطبي المطار في هذه البلد أنت تلتزمي بأوامر الأشخاص المسؤولين. عن تنظيم الرحلات والأماكن العامة كمان برضو لازم أنا أتجنب رفع الصوت في الأماكن العامة، عدم تعطيل السير في المطار أو مجرد أنا وصلت هذه البلد، عدم التحدث بصورة مبالغة ومبالغة مع الموظفين. مفترض منه أنا كمان في المطار أجهز الأوراق الخاصة القانونية المطلوبة. طبعا يطول يعني أنا عاملة مجلد كامل بالنسبة لإتيكيت المسافر، القوانين المطلوبة اللي الدخول والخروج بحرية في هذا البلد. دائما أتبع الأسلوب اللطيف وهو مفتاح دخول القلوب، وأنه كمان ما نستهون أنه مثلا أنا رح يومين أقول أنا كلها يومين وأرجع مثلا. لا أكيد، بالذات إذا كانت بلد مثلا خلينا نقول أجنبية غير عربية، يمكن أقرأ. احنا ايوه يمكن احنا البلدان العربية قريبين كثير من يعني نفس الطبائع نفس الطرق. لازم نراعي كمان سوى اختلاف اللغات والعادات والإيماءات من بلد لآخر ونتقبلها بسعة صدر، والالتزام بالتدابير والإجراءات اللي تتضمن سلامة المسافر اللي تفرضها هذه الدولة، اللي على زي ما أنت تفضلتي حتى لو كانت
يوم واحد وعدم المخالفة. جميل جدا، أنا أحب أني أتعلم وأتعرف حتى لو حاجة بسيطة، بعض الكلمات البسيطة في لغة البلد المضيف اللي أنا رايحتها، أو بعض العادات الاجتماعية مثلا زي التحية وإلقاء التحية والسلام وكذا، ممكن أنا أخذ شوية معلومات عن نفس طريقة يعني تحيتهم كيف. أنا أبغى أستمتع برحلة جميلة خالية من الصعوبات والمشاكل، معناته أنا أحترم قوانين أي بلد أنا أروح فيها، وتذكر النقطة المهمة إنه المسافر له دعوة لا ترد. أستمتع، سافر، وكن طائعا لربك ترجى ثوابه في الحضر وفي السفر، وهذا اللي أحب أختم به، لأنه أحيانا ممكن نسافر نستمتع ننبسط وننسى نقطة إنه دعوة المسافر مجابة، وهي من أجمل الحاجات اللي حتى أنا لو كان مسافر بيها. للتغيير الجو والاستمتاع. طبعاً طبعاً أنا وأنتي لنا دعوة مجابة ما تتركيها من يوم ما تركب الطيارة. فهذه من الأشياء اللي مرة جميلة أنتي ممكن تستغليها في السفر. وإن شاء الله سفر سعيد. إيش أكثر دعوة أنا نفسك فيها الآن؟ أكثر دعوة آمين يا رب، سلامة القلب يا رب، دائماً أطلب بسلامة القلب والله. يا رب. آمين لي ولك إن شاء الله، نبقى بخير على طول إن شاء الله. آمين، ورمضان سعيد علينا وعليكم يا رب. إذن موضوع مهم مرة، زي ما أنت قلتي السفر، وأنه يا غريب كن أديب، دائما أتذكرها قبل كل سفرية، حتى لو يوم، حتى لو لعمل مش لمتعة، أو مثلا لتغيير جو مش لعمل، لأي سبب كان، لأي وقت كان، دائما أتذكر أنه تكون أديب إذا كنت رايح لبلد وحتكون فيها غريب. شكرا لك دكتورة هيفا. العفو، يا هلا وسهلا، ومطلوب الأدب في جميع الأحوال، ولكن إذا كنت غريبا فتزود بالأدب زيادة وزيادة. أيوة، إن شاء الله تكون استمتعتوا معنا، موضوعنا حلو اليوم كان، ونلتقي بكرة إن شاء الله طبعا مع دكتورة هيفا عبد الرحمن بدريق، المستشارة التربوية والأسرية ومدربة فن الإتيكيت. شكرا لك، نورتينا. العفو، يا هلا وسهلا. إذا نلتقي بكرة مستمعينا، مع السلامة.